ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم. الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، يعلم ما ظهر وما بطن، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث الأسابيع الدعوية والثقافية لوزارة الأوقاف المصرية. من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما زادنا سرورا هذه الصورة الطيبة المباركة التي يبدو فيها المسجد الحسيني، هذه الصورة الطيبة التي تليق بسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الحبيب المصطفى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وندوة الليلة عن أسماء الله الحسنى وعن اسم الله المجيب، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. ومعنا من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارات بالمديرية، الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد ونشر الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية العطرة، يتلوها علينا القارئ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا هو
ولدك. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو سبحان الله عما يشركون. هو الله سبحان يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور.
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الدكتور ماهر الفرماوي، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ورضي الله عن آل البيت الأطهار. وندوة الليلة عن اسم الله المجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والله تبارك وتعالى مجيب لمن دعاه حتى ولو كان عاصيا. يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم
لتقطعت أوصالهم من محبتي ولماتوا شوقا إلي. حول اسم الله المجيب نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا خالقي قلبي دعاك وبكل خاطرة نجاك، ولا يبالي بالحياة فحسبه فيها رضاك، ولا يبالي بالممات فكفاه يا ربي لقاك، هو في الحياة وفي الممات دائما في حماك، يا صاحب الحمى ارحم عبدا ليس له في هذا الوجود إلاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة نلتقي في روضة من رياض الجنة، في روضة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وعندما نكون في روضة سيدنا الحسين فنحن في روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. على هذا الصعيد الطيب وفي هذه الليلة المباركة نلتقي في هذه الرحاب المباركة مع هذه الكوكبة من علماء وزارة الأوقاف، ونقدم الشكر لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على مجهوداته وعلى كل ما تقدمه الوزارة في جميع مناحي الدعوة إلى الله، من مواسم ثقافية ومن خطب جمعة ومن مجالس للابتهال والذكر والصلاة على سيدنا رسول الله، وهذه المجالس المتعون مجالس لقراءة القرآن لكبار القراء، كل هذه المجالس تعود بالنفع على الأمة وعلى المجتمع، لأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وهي المنوط بها وزارة الأوقاف. فتحية لمعالي الوزير وللقائمين على هذه الوزارة على هذا المجهود المبذول. وسعدت اليوم بأن يكون مقدما لهذا أخي الأستاذ سيد صالح، وهو صديق عزيز وجار لي وأعرفه منذ زمن، وأسعد دائما به وبتقديمه في إذاعة القرآن الكريم، كما سعدت بأن يكون متحدثا أخي الدكتور مصطفى إمام المسجد. والدكتور مصطفى له منزلة يكفيه أنه إمام مسجد سيدنا الحسين، يعني هذا فخر لا يدانيه فخر. في الحقيقة نلتقي في هذه الليلة المباركة حول اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم الله المجيب. والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فلا يعجزه شيء. لذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وسنعود إلى توضيح ذلك، لأن الله هو الذي هو المعطي، وهو الرازق، وهو الرزاق، وهو المجيب الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، بل يجيبك إذا لم تدعو، إذا كنت في أزمة
أو في ظرف معين وتلعثم اللسان عن الدعاء فالله يجيبك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واسم الله المجيب اقترن بالدعاء، والدعاء سر وسلاح من أسلحة الأمة الإسلامية التي نغفل عنها كثيرا. فكثير منا لا يدعو الله كثيرا، وكثير منا قد يستحي من كثرة الدعاء ويظن أن في هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وكثير منا يغفل عن استخدام هذا الدعاء الذي خص الله به الأمة الإسلامية وجعله سلاحا من أسلحة هذه الأمة. والدعاء على ثلاثة أقسام: إما أن تدعو فيستجاب لك ما دعوت به، وهذا كثير وكلنا والحمد لله يشاهد هذا ويلمسه. وقد يدعو إنسان ويظن أنه لم يستجب له، فنقول له: إن الله سبحانه وتعالى صرف عنك أمرا كان مقدرا عليك وكان سيقع بك، وببركة هذا الدعاء رفع الله عنك هذا الأمر وهذا البلاء وهذا الابتلاء الذي لم تكن تعلمه، فدعاؤك استجاب، ولكنه استجاب الله لك بأفضل مما دعوت، فأنت دعوت بأشياء معينة ولكن البلاء كان أكبر بأشياء أخرى فصرفها الله عنك واستجاب لك هذا الدعاء. وإما أن يدخر لك ثواب هذا الدعاء في الآخرة، ففي الآخرة نحن نحتاج إلى كل حسنة من الحسنات وإلى كل ثواب. نلتمس عندما يقف الإنسان أمام خالقه في وقت الحساب، نتلمس أي حسنة من الحسنات، فتجد أن هذا الدعاء له رصيد كبير في ميزان حسناتك يوم القيامة. فلا يقول إنسان: إني دعوت الله ولم يستجب لي، ولكن لتعلم أنك إذا دعوت استجيب لك، ولكن هذه الإجابة إما أن تكون معجلة في الدنيا، وإما أن تكون مدخرة لك في الآخرة، وإما أن تكون صرف الله بك عنها أمرا كان مقدرا عليك ومكتوبا عليك. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي آيات الصيام نجد أن الله سبحانه وتعالى قال عندما تحدث عن الصيام: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، والآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم أكمل آيات الصيام. كل هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده حق وصدق، بأن من يدعوه يستجب له. وهذا أمر لا يضير الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا، وأمر لا يعجز الله حاشا وكلا، لأنه هو الذي خلق الدعاء وخلق الإجابة وخلق القدرة وخلق كل شيء. فهذا الأمر ليس فيه شيء من الإلزام، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه ألزم نفسه بأنك إذا دعوته استجاب لك هذا الدعاء. وهذا وعد الله، ووعد الله حق. فأنت إذا قلت إني دعوت ولم يستجب لي تكون أسأت الأدب مع الله، لأنك شككت في أن الله سبحانه وتعالى يفي بوعده، وأن الله قادر على إنفاذ وعده.
ولكن للدعاء آداب وللدعاء أوقات. فمن آداب الدعاء أن يكون مطعمك حلالا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فلا يبد أن يكون الطعام حلالا، فلا تأكل حراما وتقول دعوت فلم يستجب لي. أيضا للدعاء أوقات حددتها السنة النبوية بين الأذان والإقامة، خلف الصلوات، دبر الصلوات، عندما تنتهي الصلاة تدعو لأنك بتكون على طاعة، في الأماكن المباركة التي نحن فيها، أماكن آل البيت الكرام يستجب فيها الدعاء، وذلك ثابت في القرآن الكريم. عندما دخل سيدنا زكريا على ستنا مريم رضي الله عنهما وجد فاكهة الشتاء في الصيف، فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يعني سيدنا زكريا عرف إن المكان والوقت وقت إجابة، يبقى المكان له ميزة زي ما تدعو في الكعبة عند الملتزم في روض سيدنا رسول الله وأمام القبر الشريف، كلها أماكن استجابة للدعاء، أماكن الصالحين، مقام سيدنا الحسين، سيدتنا زينب، سيدة نفيسة، كل هذه مرافق آل البيت أماكن ليه؟ لأن هذه الأماكن كلها طاعة وكلها عبادة وكلها ذكر، لا تجد فيها معصية. فالأماكن التي يكون فيها طاعة لله تكون أحرى بقبول الدعاء. ولذلك سيدنا زكريا قال: هنالك دعا زكريا ربه، أي في المكان والزمان. يبقى احنا علينا نختار الزمان والمكان، ساعة لما تجد نفسك في مكان مبارك لا تحرم نفسك من الدعاء، لأنه يكون أحرى بالإجابة. ربنا يسجد. عندما تجد نفسك في وقت من الأوقات عندما ينزل المطر أو الغيث من السماء، تفتح أبواب السماء فيستجاب الدعاء فتدعو. فتستثمر الأوقات، عندما تسمع صوت المآذن وهي تسطع بالأذان، كل هذه الأماكن والأوقات من أسباب قبول الدعاء، فعلينا أن نستثمر هذه الأماكن وهذه الأوقات. نعود إلى حديث: وإذا سألك عبادي إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كثير منا يأتي هنا ويقول: يا حسين، يا سيدي، يا رسول الله، أجرني يا سيدنا. فيهاجمنا البعض ويقول: أنتم تسألون عبادا من عباد الله، وتسألون خلقا من خلق الله، وأشركتوهم مع الله في الطلب. نقول له: لا، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن قال: وابتغوا إليه الوسيلة. وعندما نتوسل بالصالحين إنما نتوسل بهم أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن القادر وأن الرازق وأن الخالق هو الله سبحانه، وأن المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء أو هذه الأرواح المباركة عندما تدعو لي تكون أحرى بالقبول وبالإجابة. ويقول إنسان: إنهم انتقلوا إلى الله. نقول له: من المعلوم أن الموت هو مفارقة الروح للجسد، لكن الروح لا تموت. الأرواح عندما تخلق لا تموت إلا أن نلتقي وتعود للأجساد مرة أخرى عند البعث. فالروح لا تموت، فأرواحهم موجودة، وعندما تخرج الروح من الجسد يكون لها سلطة ويكون لها حرية التحرك والتصرف أكثر مما كان في الجسد، لأن الجسد يكون حابس هذه الروح.
فعندما تنفصل الروح عن الجسد يكون لها حرية تصرف وحرية انتقال وحرية طلب، وتذهب هنا وتذهب هنا وتذهب هنا، فالأرواح لا تموت. فعندما نسأل سيدنا الحسين، إنما نسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل سيدنا الحسين أن يسأل لنا الله، وعندما ندعو عند سيدنا الحسين ندعوه أن يدعو لنا الله أن يستجيب لنا دعانا، وعندما ندعو عند سيدنا الرسول وعند آل البيت جميعا. وهذا المجاز معروف في اللغة العربية وفي الآيات القرآن الكريم، والكل أو كل العلماء اتفقوا على أن في القرآن الكريم مجاز، لأنه لو أخذنا بظاهر النص في القرآن الكريم لا اصطدمنا بآيات لا يمكن أن يكون لها تفسير إلا بالمجاز وبالأخذ بالمجاز. فعلينا أن نكثر من الدعاء، ونعتقد ونجزم بأن الله يستجيب لنا، لأنه هو الذي خلق الإجابة. كيف تظن أنك دعوت الله ولم يستجب لك؟ هل هو غير قادر؟ لأن هذا يتدخل في أمور يعني عقدية. عندما تدعو الله وتظن أنه لم يستجب لك، يبقى أنت هنا بتعتقد، هل الله غير قادر أن ينفذ لك أو أن يستجيب هذا الدعاء؟ هل يعجزه أن يستجيب لك؟ هل بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى يطلب من عباده كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء وكثرة المناجاة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعطي أكثر مما تسأل، وقد يعطيك وأنت من غير سؤال. أما البشر عندما يعطونك فإنما ينقص هذا العطاء من أموالهم ومن أشيائهم ومن ممتلكاتهم، أما الله سبحانه إنما يعطيك فلا ينقص ذلك من ملكه شيء، حاشا وكلا. فعلينا أن نكثر في الدعاء، وعلينا أن نعتقد وأن نجزم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب وهو القادر على الإجابة، وأنه يستجيب لعباده إذا دعوه وهم على طاعة دائما. يعني تعودوا أن احنا نعبد رب، يعني ندعي ربنا خلف الطاعات، يعني في آيات الصيام وإذا سألك، يبقى عندما تكون صائم للصائم دعوتان، دعوة عند فطره ودعوة عند لقاء ربه، فعند الإفطار، يبقى دائما الدعاء يستجاب خلف الطاعة والعبادة. إذا تصدقت بصدقة يبقى أنت إيه؟ تدعو، يبقى أحرى. إذا زكيت أخرجت زكاتك تدعو، إذا صليت تدعو، إذا صمت تدعو، إذا كنت حاجا لله تدعو، فإن الدعاء يكون أحرى بالقبول بعد الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن تمر إن شاء الله هذه الأزمة التي نمر بها أو تمر بها البلاد على خير، لأن مصر محفوظة بحفظ القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله جعل مصر والأزهر الشريف هي الوعاء الذي حفظ القرآن الكريم وعلوم القرآن وعلوم الشرع والسنة النبوية، فمصر محفوظة بحفظ الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن ينصرنا على أعدائنا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على هذه الكلمة الطيبة التي تحدث فيها عن الدعاء وأهميته، وعن أماكن وأوقات الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه،
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ونحن في رحاب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث هذه الندوة الدينية عن أسماء الله الحسنى وعن اسم الله المجيب. وكان من دعاء مولانا الإمام الحسين: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة لترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة لترك الصبر، فما يكون من الكريم إلا الكرم. معا أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وبعد، فالشكر لله عز وجل أولا أن من علينا بهذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك من هذه الرحاب الطاهرة الحسينية، ثم الشكر لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أحلنا هذا المقام، فالله عز وجل أسأل أن يستخدمه دائما وأبدا لنشر الدين والدعوة والسنة الصحيحة. إن ربي قريب مجيب الدعاء، وبعد. بعد اليوم وبإذن الله تعالى مع اسم الله المجيب، فالله سبحانه وتعالى هو المجيب لكل سائل، والمجيب اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. وقد ذكر في القرآن الكريم هذا الاسم مرتين، الأولى حكاية عن سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني حكاية عن سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما قال الله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وذكر هذا الاسم مرة ثالثة بصيغة اسم الفاعل في قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا أولا. ثانيا، الإجابة لها نوعان، هناك إجابة عامة وإجابة خاصة. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه المجيب، فكن على يقين إذا دعوت أجابك. فالدعوة العامة يستجيب الله سبحانه وتعالى في هذه الإجابة لكل خلقه، المسلم والعاصي،
الطائع وغير الطائع، حتى الكافر الله يستجيب له. في قول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك عملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هم في كرب في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك الشاعر يقول: كم ندعو الله في ضر يحل بنا، ساعة الضر ساعة الاضطرار، كم ندعو الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. نكون في البحر أو ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن عدنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في دعة وفي أمن، وما سقطنا لأن الحامل الله. فهناك إجابة عامة لكل الخلق، وهناك إجابة خاصة، هذه يختص الله سبحانه وتعالى بها، يختص الله سبحانه وتعالى بها الأنقياء والأولياء والأصفياء والأتقياء من خلقه، الذين عاشوا مع الله، الذين عاشوا لله جل وعلا، فيمنحهم الله جل وعلا هذه الإجابة الخاصة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ساعة الاضطرار الله يفتح لك الأبواب. إي والله، ساعة الاضطرار الله يفتح لك الأبواب، شريطة أن تقف على باب الله جل وعلا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قل الطعام في بيت رجل، مفيش أكل ولا شرب، ماذا يفعل؟ قبل أن يسأل الناس رفع شكواه إلى رافع السماء بغير عمد: يا رب مفيش أكل. ذهب إلى المسجد وصلى لله جل وعلا ركعتين بنية جلب الطعام. زوجته في البيت تدير الرحى وتقول بسم الله، فتعمل الرحى بقدرة الحي الذي لا يموت. يعود من البيت يجد الخير قد كثر، والدقيق قد ملأ كل الآنية حتى آنية الجيران. فالدقيق كتر، الطعام كثر، استجاب الله الدعاء في الحال والتو، فقال لها بسم الله فتوقفت. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تركها لعملت إلى يوم القيامة. خير، خير جاي ببركة صدق الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا عمر يعلمنا حاجة مهمة، يقول: إني أدعو الله فإذا استجاب لي فرحت مرة، وإذا لم يستجب لي فرحت مرتين. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن الأولى هي اختياري والثانية هي اختيار الله جل وعلا. فسلم أمرك لله، أدعو وسلم أمرك، وتأكد أن الله سيستجيب وسيقدر لك الخير. إذا كنت تظن أن الحال الذي أنت عليه الآن هو حال ضيق أو حال كرب أو حال هم، لا، احسن الظن بالله جل وعلا، بعده سيأتي الفرج. سلم الأمر لله وقف على بابه، فهو نعم المجيب. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. دائما وأبدا كن على يقين أن الله جل وعلا مجيب الدعاء، قف
وقف على بابه، واحذر أن تشك في أن الله يسمع دعاءك. الصحابة الكرام يقولوا لسيدنا النبي صلى عليه: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ سكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إجابة على هذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أبعد هذا تشك في قدرة الله؟ أبعد هذا تشك أن الله لا يستجيب دعاءك؟ سلم إليه الأمر، فهو وحده الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك سبحانه وتعالى. سبحانه هو الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. سبحانه وتعالى الحمد إلى جنابه واصل، تنزه عن الشبيه والشريك والمشاكل. من للعباد غيره؟ من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ ومن لنا إذا انقضى بنا الشباب وانقطعت بنا السبل والوسائل؟ لا أحد غير الله، وكل ما خلا الله باطل. هنالك دعا زكريا ربه: كن على يقين بأن الله سيستجيب الدعاء، اختر أماكن الاستجابة، اختر أوقات الاستجابة، حضر قلبك لرافع السماء بغير عمد، فهو وحده الذي يستجيب الدعاء، مجيب السائلين. حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعترفا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. من قالك إذا وقفت على باب الله سترد بدون جبر خاطر؟ من الذي قال لك هذا؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى فاتح بابه لكل خلقه ولكل السائلين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فكونوا على يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجبر بخاطرنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والعز والاستقرار، وأن يجعلها لنا ساعة فرج. اللهم اجعلها لنا ساعة فرج. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة حول اسم الله المجيب، استمعنا إليها من فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأسابيع الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية، اللهم لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد،
والزرع والحجر الأصم نواطق. سبحانك اللهم أنت الواحد، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. هيا بنا أيها الأحباب نرفع وكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح. أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. معا نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحفظ بلادنا ولا تخيب رجاءنا يا بحكمة التفنين. سبحان ربي محسنا تفنيني، فتبارك الرحمن، فتبارك الرحمن جل جلاله، فبنظرة منه الدنا تكفيني. يا سيدنا الحسين يا ولي النعم يا كل النعم، فتبارك الرحمن، فتبارك الرحمن جل جلاله،
فبنظرة منه الدنا تكفيني في كل شيء أرتقي في عزة بك يا إلهي لا يقل يقيني في كل شيء أرتقي في عزة بك يا إلهي لا يقل يقيني الطير سبح في الفضاء وكبرت في الماء حيتان فأنت معيني والوحش قدس في الفلاة مع الحصى والوحش قدس في الفلاة مع الحصى والنجم خر لأمره بحنين في كل شيء أرتقي في عزة بك يا إلهي لا يقل يقيني الوحش قدس في الفلاة مع الحصى والنجم خر لأمره بحنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم حبه فرض وختم مدحه خير وغنم ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد صلى الله صلى الله في سكون الغار هبت الأنوار في سكون الغار فكت الأنوار لما قال جبريل للمختار اقرأ يا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم
شوف كم مليون كل جنس ولون اهتدوا بهداك يا شفيع الكون يا محمد صلى الله صلى الله يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل شاقيا ولا محروم صلى الله صلى الله سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الحضور في ندوة الليلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بأوقاف القاهرة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد والدعوة بمديرية أوقاف القاهرة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة كما حضر معنا الأخ والزميل الفاضل المخرج والإعلامي الكبير الأستاذ عبد العزيز عمران شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.